حقيقة وما قدمته من تنظيم رائع، إسكان للوفود، مواعيد في الدقة لإقامة الفعاليات، مستويات رائعة. اليوم احنا في الكاراتيه في ختام البطولة على منصات التتويج، أبطال عالم مصنفين عالميين شاركوا في هذه البطولة، مستواها عالي جدا، مستوى التحكيم، وأشكرهم على ما قاموا فيه الحكام العرب. أيضا اللجنة الفنية والمسابقات كانوا رائعين جدا. اليوم أنا سعيد وأبارك للحكام وأبارك للجان العاملة الفنية والمسابقات، أبارك للجنة التنظيم، أبارك للاتحاد العربي، لزملائي في الاتحاد العربي على هذا النجاح، وألف شكر لاتحاد اللجان الأولمبية العربية، وألف شكر للجزائر.